عارف ان الصح ساعات بيبقى تقيل علينا، وان الغلط اوقات بيحلى في عينينا. انا وانت بين السكتين هنحدد احنا هنمشي فين، يا هنبقى قد الصح يا هيروح من ايدينا. هنكسب لو نقول لأ لحاجات غلط بتنده لنا، وتحملنا تمن اختيارنا عشان حياة أكرم لنا. عايز تفوز عالدنيا كون قد امتحانها، ما تقعش في غلطة كان ممكن تستغنى عنها. عايز تفوز بالجنة يبقى ادفع تمنها. نشرت وكالات الأنباء الأمريكية صورة لشاب أسمر شيك قاعد على ترابيزة، بس دي مش ترابيزة بلياردو، هي لعبة غريبة اسمها التيبل جولف. شاب ده ليه قصة، شاب أسمر صغير طيب القلب، أصحابه بيضطهدوه، استلفوا منه فلوس ما يرجعوهاش، يتريقوا على بشرته السمراء، كان لقى كلب في الشارع بسيط كده خدوا عالجه، جم يلعبوا معاه في البيت مرة قتلوا الكلب ده، وكانت أمه تقول له أنت حلك أنك تبعد عن الأصحاب دول هيدمروا شخصيتك. كان يقول لها لأ أنا مبسوط مع أصحابي وأعمل إيه، هم دول أصحابي. كان محتاج أن هو يحمي طيبة قلبه وأنه يدفع الثمن بعده عن أصحابه عشان يحمي نفسه وينقذ نفسه. للأسف الشديد بعد موقف الكلب بدل ما يبعد عنهم اتحول لشخص شرير، بدأ يسرق، تحول لمجرم تاجر مخدرات، واتسجن 11 سنة بعد ما اتقبض عليه. جوه السجن كان بيتفرج على ماتش جولف، فالدنيا مطرت وهو كان متحمس جدا جدا، فتضايق ان الماتش اتلغى. قعد يفكر ازاي ناس ممكن تلعب جولف من غير ما تتلغي الماتشات جوه اماكن مغلقة، فاخترع لعبة التيبل جولف، لعبة ما بين البلياردو والجولف. وبعدين لما خرج بعد 11 سنة سجل براءة الاختراع، واصبح اللعبة دي ليها ترتيب في امريكا، ونقل أهله من مكان اللي كانوا عايشين فيه لمكان تاني أقيم بكتير ومستوى مختلف من المعيشة. الشخص ده اتضربت عنده طيبة القلب بسبب قسوة الناس، وكان المفروض يتخلى عن أصحابه عشان يحمي طيبة قلبه. من أهم الأخلاق اللي المفروض الواحد يحافظ عليها ويعيش بيها ويقابل بيها ربنا هي طيبة القلب، لكن طيبة القلب خلق خطر. ليه خطر؟ لأن لو بصيت على البني آدمين كده هتلاقيهم ثلاث أصناف: الشخص القاسي المفتري اللي بينطبق عليه من لا يرحم لا يرحم، وأقصى الشمال الناحية التانية الشخص المستباح اللي عنده طيبة زائدة بتخليه يتألم وتخليه مهدور الحقوق وما عندوش حدود، وغالباً الناس بتيجي عليه عشان هو طيبته فيها شيء من التشوه والطيب اللي في النص. بتكمن خطورة الطيبة إن الواحد يحافظ عليها طيب، عنده كتير من الرحمة مع بعض الحزم، يحميها ويدفع تمن حماية الطيبة إن الأيام والأشخاص ما تغيرهوش يروح ناحية القسوة ويكفر بالطيبة، ولا الطيبة دي يبقى بيستحليها جدا جدا ومش عارف يحميها فتروح معالي الاستباحة والسذاجة. فالخلق ده خلق أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم مثل أفئدة الطير. ده رايح عند ربنا طيب. بس العصور الحديثة كثرت شكوة الناس من بعضها، يقولك الناس بقى فيها أسوأ، بقتش زي زمان. لما تتعامل مع حد يستبيحك أو يخونك أو يبقى في بينك وبينه مثلا تعامل مادي شراكة فيجي عليك، أنت بتلوم نفسك إن أنت سمحت له بحاجة زي كده فتتهز طيبتك.
إما ياخدك شيطانك في الحتة دي، أو ياخدك شيطانك في الحتة دي، أو شياطين الإنس كمان بالنصايح اللي فيها اوعى تعمل كده تاني وما تخليش حد يجي عليك أبدا بطريقة ما فيهاش إحسان ولا حتى فيها احترافية في النصيحة، فتبقى أنت مهزوز. حتى يصل الإنسان أنه يكفر بالطيبة دي اللي جايبه له وجع القلب، فيبدأ يقاوم الطيبة اللي جواه، يبدأ مش عايز يعتذر، لو اعتذرت هياخده عليا، مش عايز يبتسم. النبي اللي قال له احمي الجمال ده، تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني تنفعك أنت، أنت اللي هتلاقيها في ميزان حسناتك يوم القيامة. حتى لو ما تعرفش الناس، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أي الإسلام أفضل، قال أن تطعم الطعام، كانوا بيحمي طيبة القلب، طلع من أكلك ودي غيرك، وأن تلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. أنت اللي هتقابل ده في ميزانك يوم القيامة، احميها. بلاش غلظة الناس اللي بتتعامل معاها تغيرك. حماية الطيبة دي ليها تمن، ليها تمن وليها طريقة، لا تروح للسذاجة ولا للقسوة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام للناس الطيبين اللي حصل معاهم موقف خلاهم يتعصبوا ويحلفوا على حاجة ما كانش الأولى يحلف عليها، قال: من حلف على يمين ثم وجد ما هو أبر منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو أبر. والله ما أنا داخل لك بيت، لا ما تعملش كده، موضوع ما يستاهلش، خليك طيب، والله ما أنا مسامحك، والله ما لساني هيجي على لسانك، ما تعملش كده. كأن في جانب في الشريعة بيعلمنا إزاي نحمي طيبة القلب وندفع تمن الحماية دي، فما تتخطفش مننا الطيبة لا للقسوة ولا للسذاجة. أغمض عيني في أمور كثيرة وإني على ترك الغموض قدير، وما تغافل المرء وهو بصير، وأسكت عن أشياء لو شئت قلتها وليس علينا في المقال أمير. أصبر نفسي باجتهادي، أصبر نفسي باجتهادي وطاقتي، وإني بأخلاق الجميع خبير. أول تمن واجب علينا ندفعه لحماية طيبة القلب هو تقبل أذى البشر. ما قلتش اقبل أذى البشر، قلت تقبل. هناك فارق ما بين التقبل والقبول. القبول يعني أنا موافق أنك تأذيني، لا أنا ما أقبلش أنك تأذيني. لكن التقبل هو الخروج من حالة الرفض، أن في ناس مؤذية، لا في ناس مؤذية وأنا متقبل أن في ده في الدنيا وهتعامل معاه وهحمي نفسي من الأذى، بس أنا متقبل، أنا مش رافض، دي حكمة ربنا. في ناس لما ربنا قال في القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الناس إحنا كلنا ملهمين الفجور والتقوى. في واحد قد أفلح من زكاها وخرج من فجوره فبقى إنسان طيب ومحترم، وقد خاب من دساها، وفي واحد ساب نفسه فالأخلاق السيئة كلها طلعت وشيطانه سيطر عليه. أنا متقبل أقدار الله، مش رافض.
لأن الرفض ده بيخلي الإنسان ما يصدقش في طيبة قلبه، يكفر بالطيبة، ويبقى عايز يبقى شرس عشان يعرف يعيش في وسط الذئاب زي ما بيقولوا. لا، أنا متقبل، دي حكمة ربنا. ربنا بيقول في القرآن: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الموضوع محتاج صبر، إن أنا أشوف ناس مؤذية محتاج أصبر، إن أنا أحمي نفسي من أذاهم وأمن نفسي، وده ضبط لمسألة الطيبة من غير ما تقلب أنا كمان وحش زيهم. وده معنى كلمة تقبل أذى البشر. عشان كده الحكيم الشهير كونفوشيوس كان يقول لك: تعامل بلطف لكن لا تتوقع الامتنان. أنت تبقى لطيف جدا جدا بس مش كل الناس هتشكر جميلك، وتقبل ده. اوعى يتخطف منك طيبة القلب من كتر ما أنت بتشوف ناس شرسة. لما ربنا سبحانه وتعالى حط في طريقك ناس طيبين عشان تتعلم الطيبة منهم، وحط قدامك إنسان ما عندوش ذرة رحمة عشان تشوف قبح الفعل فتنفر منه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. على فكرة، اللي بيشاهد الله قلبه شايف ده، شايف أقدار الله السارية في الخلق. النهاردة لما تبقى مشارك واحد وينصب عليك أو يغشك، لما تيجي تشارك واحد تاني ابقى خد بالك من بنود العقد، حط فيها اللي يحميك، مش تحط في بنود العقد اللي يسجنه. خد بالك من الحتة دي، عايز أأمن نفسي أحط بنود بطريقة محترفة كده أعرف أسجن شريكي. لأ، أنت كده بقيت شرس، بقيت معتدي. أنت تحط البنود، أنت تعلمت بقى من اللي أكل مالك، حط البند اللي يحميك عشان تعرف تحمي طيبة قلبك وتشتغل وتشارك إنسان بمنتهى الشفافية، وأنت حامي نفسك متقبل إن ممكن يطلع منه أذى بني آدم. لكن أقدار الله السارية عبادتي فيها بعد ما أقبلها إن أنا أحمي نفسي. فأول تمن تدفعه حماية لطيبة القلب: تقبل أقدار الله إن في ناس مؤذيين. عايز تفوز بالجنة يبقى ادفع تمنها. عارف إن الصح ساعات بيبقى تقيل علينا، وإن الغلط أوقات زي ما انت مسؤول انك انت تحمي قلبك الايام ما تقسيهوش، تفضل طيب زي ما انت، زي برضو انت مسؤول عن دفع تمن حماية القلب الطيب من انه يبقى ساذج ومستباح. تبقى طيب بزيادة لدرجة ان انت الناس تيجي عليك مرة ورا مرة لغاية ما انت تكره نفسك فتروح في اقصى الشمال ناحية القسوة. محتاج ثقة في الله انك قليل من الحزم والجدية مع طيبة قلبك، وربنا هيحمي لك حبايبك اللي هيساعدوك على كده، وهيصرف عنك اللي عايز يستبيحك وعايزك طيب زيادة عن اللزوم فيستغلك، هيصرفه عنك بقليل من الحزم والثقة في الله إنك مش هتغلط. اتشجع إنك تفضل طيب مش مستباح. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في واحد اسمه أبو عزة، خرج في غزوة بدر مع المشركين عشان يقتل الصحابة، فاتاخد أسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام شافه كده فقال له: أنا عندي 5 بنات، معلش تصدق بيهم عليا، يعني اعتقني لوجه الله عشان أرجع لهم. قال له: حاضر وأعتق لوجه الله، لكن تعهدني ما تحاربنيش تاني، إحنا مش عايزين دم. قال له: أعهدك وديك الميثاق. راح صفوان بن أمية من المشركين في مكة قاعد يقول لأبو عزة: تعالى في غزوة أحد وهديك فلوس كتير، ولو اتقتلت هصرف على بناتك. قال له: أنا عاهدت محمد. قال له: سيبك من العهد ده وشوف أنا هعوضك إزاي. خرج أبو عزة، ده كان الأسير الوحيد اللي المسلمين أسروه في غزوة أحد، والنبي شافه عليه الصلاة والسلام قال له: معلش أنا آسف، أصلاً عندي 5 بنات تصدق بيهم علي. قال له: أنت مش عهدتني؟ قال له: آه عهدتك بس معلش. قال: لا، لا يلدغ المؤمن من جحر واحدة مرتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا أدعك تمسح عارضيك عند الكعبة، تمسح عارضيك يعني تعمل كده قدام الناس، وتقول خدعت محمد مرتين. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والحزم اللي كان جنب طيبة قلبه صلى الله عليه وسلم، كانوا بيعلمنا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وهنا ربنا لما يقول في القرآن على استقامة الكلمة الطيبة مع مراد الله،
كلمة طيبة فيها حنية بس مش استباحة. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. صراط ربنا ما فيهوش لما واحد يتريق على مناخيرك ولا على شكلك ولا على عيلتك تقول له ما فيش مشاكل وتعمل ده، دي مش طيبة، دي سذاجة واستباحة. ما ترضاش ان انت يتحفل عليك في الشلة او في الشركة وتبقى بتضحك مش عايز تواجه. لو في حد بيهينك او بيتريق عليك او بيسألك في خصوصيات مش من حقه، بأدب وذوق ومودة حط حدود وواجه، ما تخافش، قول له من فضلك ما تتكلمش بالطريقة دي، وعينك تبقى في العين وتبقى محضر الكلام الأول، عشان لما يقولك يا عم عادي انت هتقفش ولا، يقول له اه هقفش. وما تخافش انك تخسر الناس، لأن الإنسان المحترم لما يعرف انه بيجرحك هيقولك حقك عليا، ما خدتش بالي، انا فاكر ان انت بترضى بالهزار ده. واللي عايز يدوس عليك ويعمل بيك سين ومنظر بيك قدام الناس عشان ياخد شوية تسقيف وضحك، ده ما يلزمكش. بمنتهى الذوق والهدوء لكن الوضوح، احمي طيبة قلبك انها تتحول لاستباحة، وانك انت تبقى ساذج، فانت اللي تكره نفسك لما تسلف حد فلوس ومعاه فلوس يرجع لك ويبقى عمال بيتدلع، اتصل بيه وقول له عايز اقابلك، قول له من فضلك محتاج فلوسي. لو انت قادر تعمل كده او انت عايز تعمل كده او انت مزنوق لانك عارف ان هو بيتدلع وعارف ان هو معاه، ما تخافش انك تخسر اصحابك، ما تخافش انه يتقال عليك ان انت مادي، انت مش مادي، انت انسان حقاني واتزنقت ومحتاج فلوسك وعارف ان هو معاه بس هو بيستبيحك. فبقليل من الثقه في الله اطمن ان ربنا هيحمي قلبك، وانت بتدفع الثمن، ثمن حمايه القلب من مرواحه للسذاجه والاستباحه، بقليل من الحزم والوضوح. يا مولاي ويا سيدي، يا راحما بالعبيد، يا من أنت أقرب إلي من حبل الوريد، أتوجه إليك وأتوسل إليك وأتقرب إليك برحمتك التي وسعت كل شيء. يا رب، إن عجز عني عملي فأنت على رحمتي قدير، وإن ضعفت إرادتي على أن أكون كما تحب وترضى فلا شيء عليك كبير، فبدل دمي مع أخلاقي بخلق حميد، وحولني عما تكره إلى ما تحب وتريد، وأفرغ على قلبي من رحمتك، واجعل يدي وسيلة لوصول نعمتك، واحفظ روحي من قسوة الحياة، وافتح لي في كل طريق سبيلا للنجاة، واملأ قلبي بالسكينة والصفاء، وأعني على العفو والصفح بلا عناء، يا رب الأرض ويا رحيم السماء. أكتر حاجة تحافظ على طيبة القلب والرحمة في قلبك هو رغبتك في التخلق بأخلاق الرحمن. وأعظم أو أكتر خلق إحنا نعرفه عن ربنا هو خلق الرحمة، صفة الرحمة اللي بدأ ربنا فيها في القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، واللي قال على نفسه لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو تغلب غضبي. وإحنا سيدنا رسول الله وصانا أن نتخلق بأخلاق الله، يعني ننظر ربنا بيعامل الناس إزاي ونتعلم الصفات دي ونعامل بها بعض. ودي أشهر صفة وأكتر صفة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها مع بعض. بل العجيب في الحديث هو ربط الرحمة بالرحمة، فقال تعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. وكأنه سبحانه وتعالى بيحمي الرحمة في قلوبنا بأنه بيشجعنا على التخلق بأخلاقه، وإن إحنا نقابل ربنا طيبين أحسن بكتير من نقابل ربنا عندنا قسوة والأيام غيرتنا. إن إحنا نقابل ربنا سبحانه وتعالى في ناس جت علينا، حاولنا ناخد حقوقنا، سامحنا في بعض الأوقات، بس ما قلبناش لظالمين مفترين معتدين، ده يكفي. يساعدك على التخلق برحمة ربنا سبحانه وتعالى
شهودك لرحمته وشهودك للرحماء، ده التمن. إنك تقضي جزء من يومك تشاهد رحمة ربنا بيك وتشاهد رحمة الرحماء. مش ممكن الرحماء دول يفنوا، الدنيا مليانة خير، والشيطان عايز يقنعنا إن ما بقاش فيه خير في الناس. شيطان جاية من شطة أو شطنة، يعني بعد عن رحمة الله، واسمه إبليس يعني يأس من رحمة الله. هو عايز يحسسنا بكده إن الدنيا بقت وحشة، فأنت ما تحسش جواك بدافع أنك عايز ترحم حد ولا حد يستاهل الرحمة والناس ما بقتش كويسة. لا والله، قال صلى الله عليه وآله وسلم، ترى، شوف كلمة النبي، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الجسم لما يبقى فيه عضو منه متألم، الجسم كله يخدم عليه. نفس الكلام في الصالحين اللي عايشين الخير فيه وفي أمتي ليوم القيامة، ما تحرمش نفسك تكون منهم أصحاب عطاء طيبة القلب والرحمة. بل أقول لك على حاجة، خليك من الناس اللي لما تتشاف ما تفتنش العباد. رؤية المفتري القاسي الظالم اللي بياخد حقه بالتعدي على الخلق تفتن، لأن ساعات بتبقى ماشية معاه. ورؤية الرحيم القوي الواعي اللي كتير بيسامح وكتير بيقف بالعدل ياخد حقه، ما دي رحمة برضو، رؤيته بتشجع إن لسه في خير. علشان كده كل دول بيستقوا من ربنا. ربنا اللي بيقول عن رحمته، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. أهدي صورة من صور الرحمة، صبر ربنا على كم الذنوب والمعاصي اللي بتتعمل في حقه بالنعمة اللي هو أنزلها على البشر عشان يحبوه ويتعلقوا بيه ويعيشوا مستورين وهم بيغضبوا بنعمته. وفي الآخر قلبك الرحيم ده بين إصبعين من أصابع الرحمن. حط دايما في سجدتك دعوة، اللهم أفض على قلبي بالرحمة واجعلني سلاما للعالمين، وبكون فيكون يعطيك الله فوق ما تتمنى. عارف ان الصح ساعات بيبقى تقيل علينا، وان الغلط اوقات بيحلى في عينينا. انا وانت بين السكتين هنحدد احنا هنمشي فين، يا هنبقى قد الصح يا هيروح من ايدينا. هنكسب لو نقول لا لحاجات غلط بتندهلنا، وتحملنا تمن اختيارنا عشان حياة أكرم لنا. عايز تفوز عالدنيا كون قد امتحانها، ما تقعش في غلطة كان ممكن تستغنى عنها. عايز تفوز بالجنة يبقى ادفع تمنها.